بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم أستاذ خالد إزوار، مدير مهرجان الرابع للمجتمع المدني، اللي تنظم احتفاء بالذكرى 20 لعيد العرش المجيد. ولهذا العام درنا لي واحد التيمة هي المجتمع المدني رافع للتنمية ودعامة للقضايا الوطنية، إيمانا منا بأن السلم الاجتماعي وكذلك التنمية لا يمكن أن تكون بمعزل عن المجتمع المدني. نحن نطالب باش يكون عندنا أحزاب سياسية في المستوى، نقابات في المستوى، كذلك مجتمع مدني هادف ومجتمع مدني مسؤول. هذا المهرجان اللي نعرف الانطلاقة ديالو من 24 يوليو إلى 30، حوالي أسبوع. حاولنا حسب الإمكانيات اللي عندنا باش نقيسوا جميع الفئات. درنا مسرح فيه جوج ديال الورشات لجوج ديال الاساتذه وفنانات معروفين إن على المستوى المحلي والوطني، والامر يتعلق بالاستاذ زيات محمد زيات، وكذلك الصديق والاخ بونطعه. كاين الورشه الاولى ديال تقنيات المسرح، وكذلك الورشه الثانيه ديال الارتجال، فن ديال الارتجال. كاين مجموعه من الندوات، كنا درنا ندوه علميه اللي تتخص الراجل الان، هي البطاقه ديال المقاول الذاتي، كيفيه انشاء المقاوله، كيفيه انشاء التعاونيه، كيفيه ان الاخوان حامل الشواهد انهم يمكن انهم يستافدوا من الدعم لا من ديال وكاله التنميه او ديال المبادره الوطنيه. كذلك الندوه الثانيه هي اللي التيمه ديالها اللي تتماشى مع المحتوى ديال المهرجان، وهي ندوه حقوقيه اللي تكلف بها هو الاستاذ الصدراوي ادريس الصدراوي، المنسق الوطني للرابطه الوطنيه الرابطه المغربيه للمواطن وحقوق الانسان، وكذلك الاستاذ شهاب. الموضوع الاول حول انتهاكات ديال حقوق الانسان بتندوب، باش الاخوان هنا اللي في المغرب يعرفوا المشاكل والمعاناة اللي عانوها الاخوان ديالنا في السجناء ديالنا في تندوب. والورشه الثانيه هي تقنية ترافع القضايا الوطنية. ما يمكنش نقول أنا تنترافع وما عنديش واحد الآليات، ما عنديش واحد الزاد، ما عنديش واحد التقنية. كذلك كاين واحد المعرض ديال الفنون التشكيلية هذا العام، اختارينا جوج ديال الفنانين. الفنان اللي معروف في المدينة هو الأستاذ الجميل المداري، واللي دار اللي توجه بواحد واحد 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 المشروع، توجه بواحد المشروع ديال أنه جميع الفنانة ديال المغرب دار لهم واحد اللوحات. كذلك الفنانة ديالنا حنان معكوز اللي دارت حاول داكشي ديال لابسطخي، بغينا نديرو حنا التنوع. كاين هناك معرض ديال الصناعة التقليدية اللي برزو فيه جميع المتخرجات من المركز من حلويات والطبخ، وكذلك الخياطة والحلاقة وأعمال يدوية، وكذلك المربيات، وكذلك انفتحنا حتى على الإخوان اللي في الخارج بتعاون مع التعاون المندوبية الإقليمية ديال التعاون الوطني، وكذلك المديريه الاقليميه للشباب والرياضه. البيئه ما نسيناش البيئه، لان دايرين حمله تحسيسيه في الكورنيش ديال الواد سبو، وكذلك بعض المناطق السوداء بمنطقه ولاد وجي. وتنسجل ان التحيه ديال الاخوان ديال النظافه التي يقوموا بواحد العمل كبير واللي تاهما منخرطين معنا. الرياضه ما نسيناش الرياضه، وهاد العام هاد المرة درنا منتخب ديال السكنية، منتخب ديال ولاد وجيه، وأطفال ديال الخيرية الإسلامية، وأطفال ديال الدار الكبيرة. بالنسبة للأطفال درنا لهم واحد الصبحية تربوية ترفيهية فيها ليكلون، فيها مسابقات حتى الطفل ما نسيناش. وتوجنا هاد الحفل هاد المهرجان ديالنا بواحد السهرة كبرى اللي غيحضروا فيها جيل جلالة وأوركسترا ألماس، وما نسيناش كذلك المواهب للمسابقة ديال المواهب الذهبية اللي دارته جمعية يسر، واللي اختاروا دوك المتوجين غادي يتوجوا في المهرجان الكبير، لا في الغناء ولا كذلك في التشخيص. وهذا الشيء هذا الدعم اللي عندنا هنا هو الدعم الأولي ديال السلطات المحلية، واللي تنشكروا السيد العامل على الاستقبال والعناية ديالو، وكذلك السيد الباشا والرئيس ديال الدائرة، وكذلك الدعم ديال المجلس البلدي، والدعم ديال وزاره الثقافه واللي تنشكروا بالمناسبه الاستاذ صندوق، وكذلك الدعم ديال الاخوان في الجمعيات ديالنا والمحبين ولا الناس الغيورين على هذه المدينه. حنا بهذه الامكانيات البسيطه حنا بغينا نبرزوا
الدور ديال المجتمع المدني الذي اضحى ركيزه وراهنه. الحمد لله الان شفت العدد اللي كما قال انفا الاستاذ الخلفي ان الان في المغرب تجاوز العدد ديال الجمعيات 160 الف جمعيه، وفي هذوك 160 الف 90 الف ديال العناصر اللي كاينين في الجمعيات هما طاقه شبابيه. اذا دعم المتمنيات ديالي هو ان الجمعيات التي تؤسس ما تكونش غير رقم، وكذلك ان الجمعيات انها تشتغل عبر مشاريع، وان الجمعيات انهم يديروا في الامام ديالهم ان لا الامن ولا السلطه تكون واحد المقاربه تشاركيه لا مع الجماعات ولا الجماعات ولا كذلك مع الاداره ديال الامن ولا كذلك السلطات المحليه، حيت كنا في واحد البلد كلشي كنا في بلد واحد. الرهان اللي عندنا الان والتميز اللي عندنا على الدول العربيه الحمد لله هو داك السلم الاجتماعي، هو التفاف ديالنا وراء قائد شاب قائد يحب هذا الوطن اللي تنتمناو ليه الشفاء، تنتمناو ليه طول العمر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.